كلكم كم واحد عشان بس افتكر؟ احنا 11 11 منشي وخمسه عازفين. يبقى 16 16 لا اربعه خمسه عازفين. خمسه عازفين بسم الله ما شاء الله عشان بس ما نحسدكمش. طيب هل يعني كلكم الانشاد في الفرقه هو او هي المهنه الوحيده ولا اللي فيه مهندس دكتور محاسب؟ لا في ناس طبعا عندها مهن تانية. خالد محاسب واحنا اغلبنا يعني يعني مع مين المحاسب؟ طب يرفع ايده خالد. خالد. وبعدين مين تاني بيشتغل؟ عمر بي بي بيشتغل محرر في مواقع كتير جدا. فين عمر؟ عمر زميلنا يعني صحفي. وبعدين زيزو مدرب صوت. محمد عبد العزيز وكان مدرب بعد كذا كليه في جامعه عين شمس. جميل. كورال. جميل. وبعدين سعيد عازف عود ومدرب عود. ورافت فرحات ده بقى عازف عالمي يعني بلف العالم كله مع فرق كتير جدا. طب وازاي بيوفقوا ما بين شغلهم الاساسي وشغل في الفرقه او العكس اذا كانت شغل الفرقه هو الاساسي دلوقتي؟ والله يعني اعتقد يعني ان الشغل بقى مناصفه يعني في جزء من اللي هم بيشتغلوا شغلانات تانية غير الحضره. بقى بالنسبه لهم ده زي الشغل التاني، بيحاول ينسق مع الاجازات بتاعته او كده. يعني اعتقد يعني ان لما ربنا بيكرمنا بيكون عندنا نجاح، ده بيخلي الفرقه تستقر اكتر يعني. يقدر يساعد. فاحنا بنحمد ربنا على توفيقنا، وبنحمد ربنا على جمهورنا الجميل اللي بيدعمنا مخلينا ان احنا نقدر نستمر. وكمان في ناس كتير جدا في الجهات اللي فتح لنا المسارح بتساعدنا يعني. دايما مؤمنه بينا وشايفيننا بنقدم فن راقي بيخاطب ناس كل الناس. مين جمهوركم؟ والله جمهورنا كل الناس، وحتى يمكن احنا من فتره للتانيه بنحاول ان احنا نروح بالمديح لثقافات موسيقيه مختلفه علشان نجيب الناس للمديح. يعني احنا عايزين نعرفهم عن الشمائل المحمديه لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين نعرفهم عن جمال الذكر وحلاوته. يعني كل واحد ليه لغته. فالشباب مثلا اللي بيسمع مزيكا الجديده دلوقتي مش ممكن ما يسمعش الجانب التقليدي ده. فمثلا كان لنا تجربه يعني اخيره كانت مع فرقه شارموفرز اسمها يا جمال الوجود. وفي الحفله بتاعه الريليس بتاع الالبوم بتاعهم كان في حوالي 10,000 واحد قاعدين بيسمعوا الحضره، بيسمعوا مدح حاجات من التراث. يا اهل بيت النبي لنا عندكم. عملتوا فيوجن معاهم يعني غنوا مع بعض؟ عملنا فيوجن. واو. ده اخر حاجه عملناها كفيوجن يعني مع 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 فرقه شبابيه بيسمعها ملايين. صح. بس في مصر في العالم. انا شايفه ان هو ده اللي بيميزكم، انكم شباب وجايين من اقطاب موسيقيه ومهنيه مختلفه عاديه شبه الناس، وبتوصلوا رساله يعني روحيه ساميه بطريقه شبابيه. هو ده اللي بيميز الفرقه، وده اللي لاحظته لما كلمتني دلوقتي على شارموفرز انه عملت معاهم عندهم جمهور كبير. صحيح. فده شيء مميز بالنسبه لي يعني. كان مميز وكان جميل وكانت تجربه حلوه جدا بالنسبه لنا. هنا تجارب تانية. تجارب تانية في نفس التراك؟ في نفس التراك ده بس بشكل مختلف. ازاي يعني؟ كان في جزء اسمه رباعي اوتار. دول ده كوارتت. الكوارتت ده رباعي. بيبقى آلات وترية بيطلع الاوركسترا بس بشكل صغير. آلات وترية. فعملنا معاهم مزج ما بين الحاجات الصوفيه الكلاسيكيه وما بين شوبان وموزارت والحاجات دي. واو. والحفله دي نالت اقبال كبير جدا، وكررناها عملنا حوالي 6 حفلات مع بعض. حلو قوي. فدي ضمن دي الحفله بتاعت دار الاوبرا ولا كانت غيرها؟ دي كانت يعني احنا عملناها كذا سنه. اخر حفله لنا معاهم كانت في دار الاوبرا. وكان لنا تجربه تانية في الموشحات الاندلسيه مع استاذ علم الموشحات الاندلسيه في معهد الموسيقى العربيه.